ده البط عندنا اللي هو الانتو ماسكولار انجكشن اللي هو الحقن العضلي، وده مهم جدا جدا لانه الموست كومن اللي احنا بنتعرض له في حياتنا اليوميه. الانتو ماسكولار انجكشن له سايتس معينه، عشان تحقن انتو ماسكولار انجكشن لازم تبقى عارف الاماكن دي. اول سايت عندنا اسمه الدلتويد ماسل، اسمه الدلتويد ماسل، تمام؟ الدلتويد ماسل اللي هي المنطقه اللي قدامنا دي بيبقى الشولدر اهو اوف ذا بيشنت، وبعد كده بتحس المنطقه دي، تمام؟ وبتاخد مثلث مقلوب وتبدا تحقن في منطقه السنتر اوف ذا ايه اوف ذا تريانجل، تمام؟ بس المنطقه دي بنبدا نعمل لها افويدد في الموست اوف ذا بيشنت. ليه؟ لانها متصله بالراديال نيرف، ممكن ان انت بالغلط تخش في الراديال نيرف فيحس البيشنت ان ايه؟ ان دراعه واقف، تمام؟ يبقى دي اول منطقه عندنا اللي هي الدلتويد ماسل. تاني منطقه عندنا اللي هي المنطقه دي اسمها الدورسو جلوتيال، الدورسو ايه؟ جلوتيال، اللي هي منطقه الباتوكس، تمام؟ فعشان احقن اي ام في الدورسو جلوتيال بقسم الباتوكس لايه؟ لفور كوادرنت، الاربع ارباع، وببدا ادي في الابر اوتر كوادرنت، في الربع الايه؟ العلوي اللي بره. يبقى عشان ادي في الباتوكس او في الدورسو جلوتيال ببدا ادي اقسم الباتوكس، بعمل الميجوري لاين ان انا بقسمها لفور كوادرنت، وببدا ادي في الابر اوتر ايه كوادرنت، بتخيل كده ان انا مقسمها وابدا ادي، تمام؟ تاني منطقه، تالت منطقه عندي منطقه اسمها الفينتو جلوتيال. الفينتو جلوتيال دي بتبقى قصاد الالياك كريست، بتبقى قصاد الالياك ايه كريست اللي هي المنطقه دي، بتبدا تعمل يا اما 8 مقلوب 8 وتحقن عند راس ال 8 دي، او بتعمل 7 وتحقن عند راس ال 7، تمام؟ دي اللي هي الايه؟ الفينتو جلوتيال. في منطقه هنا ودي مهمه جدا للاطفال اقل من سنتين اللي هي اسمها الفاستاس لاتيرالس. الفاستاس لاتيرالس دي بتبقى موجوده في منطقه الصعب، ببدا ادي الفاكسينيشن للاطفال فيها، او اي طفل اقل من سنتين ما ينفعش ان هو ياخد في الاليا، لازم ياخد في الفاستاس لاتيرالس عشان ما ياثرش على الكراولنج والموفمنت بتاعته بعد كده، تمام؟ يبقى المنطقه دي اسمها الفاستاس ايه لاتيرالس، موست كومن في الانفنت، تمام؟ يبقى هنعيدهم تاني، اول منطقه اللي هي الدلتويد، تاني منطقه فاستاس لاتيرالس، فينترو جلوتيال، دورسو جلوتيال، وبدي في الابر اوتر ايه كوادرنت. اخر منطقه عندي عضله اسمها ريكتس فيموس. الريكتس فيموس ديت في نفس مكان الفاستاس لاتيرالس في الانتيريو اسبكت اوف الصاي، بس بتبقى مور ديب شويه عن الفاستاس لاتيرالس وليس كومن تو يوز. طيب اشهر مشكله بتقابلني لو حقنت للبيشنت في الباتوكس او في الدورسو جلوتيال ان احنا ممكن نعمل انجري للسكاتيك نيرف اللي هو عين النسا، تمام؟ فعشان كده لازم ندي في الابر اوتر كوادرنت عشان تو افويد الانجري تو السكاتيك ايه نيرف. يبقى دي السايتس بتاعتي، دلتويد، دورسو جلوتيال اللي هي الباتوكس، فينتو جلوتيال، الفاسيتاس لاتيرالس فور الانفانت لزين تو ييرز، عندي الريكتس ايه فيموس. طب التكنيك بتاعنا ازاي؟ الاكويبمنت زي ما احنا اتفقنا، البيشنت تشار معايا، الفايل، الامبول، السيرنج ويز ابروبريت سايز بالحجم المناسب للبيش. طبعا انت بتختار حجم الندل على حسب البيشنت سايز، هل هو اوبيز هل هو سن، تمام؟ وبيبقى معايا الكحول الاسواب، وبيبقى باجي اول حاجه طبعا زي ما احنا ما اتفقنا بعمل تشيك للبريسكريبشن، بتاكد من البيشنت من الدراج نيم والدوز والروت والتايم، وببدا اول حاجه هاند واشنج والجلافز بريبير الميديكيشن عن طريق ان انا بفتح السيرنج بالنون تاتش تكنيك زي ما احنا اتفقنا، وببدا بعد كده اعمل وذرو للايه؟ للميديكيشن، تمام؟ وبعد ما بعمل وذرو بعمل تشينج للايه؟ للنيدل، واكسبل للايه؟ للاي. لو انا هحقن في منطقه الدلتايد ماسل، تمام؟ هاجي اعمل كليل للسايت، لازم اتاكد ان السايت بتاعي فري اوف الانفكشن، واعمل كليل للايه؟ للسايت من اب تو داون ان وان دايركشن، او في سيركيولوشن في سيركيولر ايه؟ موشن، وليد الكحول تو ايه؟ تو دون. وببدا انا عامله اكسبيل للاير، هبدا
النيدل بتاعتي في الانتو ماسكولار بزاويه 90 في الاوبيس بيشن او بزاويه 45 لو هو سن ايه؟ سن بيشن. بس يفضل في معظم الحالات ان انت تخش بزاويه 90 بحيث ان الميديكيشن يوصل للماسلز ما يحصلوش انفيوجن في السبكوتينيوس اريا وبعد كده يبقى البيشنت يتعرض لحاجه اسمها الابسس. لا، بدخل بزاويه 90 وقبل ما بحقن بعمل اسبايرات بسحب اللي ايه؟ البلانجر بتاعي. لو لقيت فيه بلاد ما بديش الاي ام انجكشن. لو ما لقيتش فيه بلاد ببدا اعمل انجكت ايه؟ جنتلي. تمام؟ وبعد ما عملت انجكت جنتلي هبدا ريموف، هستنى 10 سكند وبعد كده اعمل ريموف للايه؟ للنيدل. تمام؟ والنيدل بتاعتنا يا اولاد في طريقتين عشان احطها في السيفتي بوكس، يا اما نوت ريكاب يعني ما بغطيهاش تاني وباخدها احطها في السيفتي بوكس، يا اما ان انا لو اعمل لها كابنج هتبقى على التري وابدا اعمل لها عشان ما يحصليش انجري للايه؟ للهاند بتاعتي او للفينجرز. دوت الاي ام انجكشن مثلناه في الايه؟ في الدلتويد اريا. طيب لو انا هحقن بقى في التورسو بروتيال في الباكتوكس نفس الخطوات بالظبط، هعمل وزدوه للميديكيشن واعمل اكسبيل كفر للنيدل واكسبيل للاير وهاجي على منطقه الباكتوكس. تمام؟ وابدا اعمل كليل للاريا، الاريا اللي احنا اتفقنا عليها ان انا بحقن في الابر اوتر كوادرن وببدا اعمل كليل في سيركولار موشن وليت الكحول تو دراي وبعد كده ببدا اعمل انجكت. لو البيشنت عندي اوبيز ببدا اعمل ستريتش للسكن وانجكت. طب لو البيشنت عندي سن او الديرلي راجل كبير ببدا اعمل بنش للاريا بايه؟ وانجكت. بدخل بزاويه كام؟ 90 وابدا اعمل اسبايريت. لو خرج معايا بلاط ما بعملش الاي ام انجكشن، ما بحقنش اي ام وببدا اعمل نوتيفاي للفيزيشن. طيب لو ما خرجش معايا بلاط ببدا اعمل انجكت جنتلي واستنى 10 سكندز وبعد كده اعمل ريموف للايه؟ للنيدل جنتلي وببدا كفر وذ ايه؟ وذ الكحول. تمام؟ والنيدل بتاعتي هتروح فين؟ كفر وذ الكوتون، والنيدل بتاعتي هتروح للسيفتي ايه؟ للسيفتي بوكس. ده لو انا هحقن فيه اللي هو الباتوكس. في وشكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله.